هو بالنسبة للكاميرا تأتي من هنا تبين إن في ضربة، لكن هي تفاعل الممثل كاف على أساس إنه تجي هنا شفته هنا وتطلع، وهو بنفس الوقت يمثل ويحرك جسمه. هي كده بهذه الطريقة شفته توقف، وهو بنفس الوقت ينفع. هذه حركة الأفلام كذا. طبعا بالأفلام عادة في خدع كثيرة جدا جدا، ممكن شفتوا بعض الخدع.